أفادت مصادر محلية بأن قوات سوريا الديمقراطية دخلت أمس الأحياء الشمالية من مدينة منبج لساعات ثم انسحبت منها بعد معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت المصادر بأن الانسحاب من تلك الأحياء جاء عقب استهدافها بسيارات مفخخة، هذا وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على 58 قرية ومزرعة خلال 8 أيام فقط بريف حلب الشمالي الشرقي. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من تركيا عماد الدين حنيضل، الرئيس السابق للمجلس المحلي في منبج. مرحبا بك سيد عماد الدين، ضعنا في تفاصيل تقدم قوات سوريا الديمقراطية وأين تتمركز حاليا. أهلا وسهلا أخي بك والأخوة المشاهدين. التقدم على مدينة منبج يتم من عدة محاور. المحور الأساسي كان الاقتحام، هو المحور الجنوبي، وهم الآن بالقرب من مطاحن مدينة منبج وبالقرب من قرية حاج عابدين ومحترق صغير. نعم. نعم، على المحور الشمالي هم على بعد 4 كيلومتر من مركز المدينة، بالقرب من معمل بطاطا تنمية. ومن المحور الشرقي هم بالقرب من قرية النواجة والمشرفة والرسم الأخضر. نعم. من المحور الشمالي الشرقي بالقرب من قرية تلياسطي وقرية المنكوبة. من الطرف الشمالي الغربي بالقرب من قرية شويحة خزناوي وعرب حسن والزنقل. هذا هو آخر التطورات الموجودة في المنطقة. طيب كيف تبدو أوضاع المدنيين في القرى التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية؟ إلى الآن لم يكن هنالك أي تجاوزات تذكر من قبل قوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للأهالي، فهم يقومون بإخراجهم إلى المناطق المحيطة بالقرية حتى ينتهوا من تفتيشها ويسمحون لهم بالعودة في اليوم الآخر. ربما يكون ذلك بادرة حسن نية من خلال الوعود التي تقدمت بها الولايات المتحدة لتركيا، لكن وبكل الأحوال إلى الآن لم يبدو منهم أي تصرف يثير مخاوف الأهالي سوى تصرفاتهم العالقة في الأذهان في عفرين من خلال التنكيل بالجيش الحر وتهجير الأهالي هناك وكذلك في تل أبيض وغيرها. طيب أضعنا في الدور الذي لعبته طائرات التحالف في تقدم قوات سوريا الديمقراطية في محيط منبج. نكاد نستطيع القول بأن قوات التحالف هي التي تحارب معهم أو طائرات التحالف. نعم. من خلال استخدام الطائرات التي تعمل على الصعق الكهرطيسي التي تقوم بتفجير الألغام أمامهم. نعم. وهذه أفضل، يعني الشيء الوحيد الذي كان ينقص معارك الجيش الحر مع تنظيم داعش في ريف حلب الشمالي. فأغلب المجاهدين في ريف حلب الشمالي كانوا يخشون التقدم عليهم من خلال الألغام التي يقومون بزرعها في كل نقطة من القرى التي نتقدم إليها هناك، وهذا كان ما ينقصنا صراحة. يعني كذلك بالنسبة للمقاتلين الأمريكان الذين وجدوا معهم على الأرض بشكل علني، الأمر محسوم صراحة، يعني بالإضافة إلى ما هنالك من تواطؤ لتنظيم داعش مع مخابرات عالمية عدة، هذا ما يحدث في مدينة منبج حاليا. نعم، من تركيا عماد الدين حنيضل، الرئيس السابق للمجلس المحلي في منبج، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.